دلوقتي احنا هنتكلم عن انواع الستوك تريس يوزد فور برايمري امبريشن ريجستريشن بوجه عام. مبدئيا حابين الاول نفرق ما بين حاجه رئيسيه جدا. طبعا احنا عندنا ديفرنت ماتيريالز موجوده للستوك تريس، بيبقى في الماتيريال ذات نفسها بيبقى فيها كذا شكل، ممكن تبقى بروفوريتد ستوك تري، ممكن تبقى سوليد ستوك تري، ده بيبقى اكوردنج تو الاماونت التايب اوف امبريشن ماتيريال، بحدد التايب اوف ستوك تري اللي انا بستخدمه. عندنا مبدئيا لازم ان احنا نقدر ان احنا تو ديفرنشيت بتوين الستوك تري يوزد فور كومبليت دنشر والستوك تري يوزد فور بارشال دنشر امبريشن. طيب بالنسبه للستوك تري اللي بتستخدم مع الكومبليت دنشر امبريشن، بنلاقي دايما مواصفاتها ان الفلور بتاعها هنا بيبقى راوندد وبيبقى ليها شورت فلانجز، لان مبيبقاش عندي هنا سنان موجوده زي ما احنا شايفين، وده بيميزها عن الستوك تري بتاعت البارشل اللي بيبقى ليها فلات فلور بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، وبيبقى ليها الفلانجز بتاعتها بتبقى مور لونج عن الكومبليت دنشر عشان تو اكوموديت اللينث اوف ناتشرال تيس اللي موجوده عند البيشنت. ده ببساطه شديده جدا ازاي نقدر نفرق ما بين كومبليتلي دنشر ستوك تراي والبارشل دنشر ستوك تراي. طبعا بيبقى في احيانا في البارشل دنشرز بيبقى في موديفايد ستوك تراي، بيبقى الاماكن اللي فيها اسنان بتبقى فلات، والاماكن الادنشرز بتبقى الفلور بتاعت التراي بتبقى راوندد. ده بالنسبه للقصه ديت، بالنسبه للديفرنشيشن بتوين الستوك تراي يوزد فور كومبليت دنشر وامبريشن والستوك تراي يوزد فور بارشال دنشر امبريشن. هنبدا نشوف بقى الانواع اللي هي اللي بتستخدم في الكومبليت دنشر. طبعا ممكن بتبقى الماتيريالز بتختلف، في احيانا بيبقى بلاستيك ستوك تريز وفي ميتاليك ستوك تريز. الميتاليك بيبقى ممكن تبقى الومنيوم ستوك تريز زي دي، وممكن تبقى ستانلس ستيل ستوك تراي بتبقى برضو ممكن تستخدم في القصه. ميزه الالومنيوم ستوك تريز، ودي انا بحب استخدمها اكتر، انها بتسمح بالادجستمنت وبتسمح بالبندنج والكاتنج، فبقدر ان انا اخليها شكل فم المريض تماما، بحيث انها ما تعملش اوفر اكستنشن او انها ممكن انها تبقى اوفر سايز زياده عن اللزوم. سهله جدا في الادجستمنت، سهله جدا في الاستخدام عن البلاستيك ستوك تراي وعن الستانلس ستيل ستوك تراي، اللي ما بقدرش ان انا اعمل لها موديفيكيشن او كاتنج او بيندنج قبل ما استخدمها في الامبريشن. هنا زي ما احنا شايفين عندنا في تو تايبس هنا من الالومنيوم ستوك تريز. عندنا في البرفوريتد ستوك تريز، دي غالبا بستخدمها مع الالجينيت امبريشن ماتيريال عشان تديني سام سورت اوف ميكانيكال ريتنشن مع الالجينيت امبريشن. وفي السوليد ستوك تراي اللي انتم شايفينها دي بتستخدم مع الامبريشن كومباوند، لان هو الامبريشن كومباوند بيستك للماتيريال بتاعت التراي، فما بيحتاجش ميكانيكال ريتنشن كبير. برضو النوع اللي هو البرفوريتد اقدر استخدمه مع الامبريشن كومباوند بنفس الطريقه، بس يفضل الالجينيت ما استخدموش مع this type of stock tray، ما يفضلش ان انا استخدم مع الالجينيت، لان بيبقى الادهيجن بتاع الالجينيت ليه هيبقى ضعيف جدا، وممكن يحصل سيبريشن من الالجينيت للالجينيت من الستوك تراي during removal from patient mouse. برضو عندنا زي ما احنا عارفين في different sizes موجودة من كل نوع من الستوك تراي. يعني هنا مثلا في البرفوريتد عندنا في size 3 size 2 size 1، السوليد نفس الكلام size 3 size 2 size 1. according to الارش سايز انا ببدا ان انا اختار السيوتابل ستوك تراي بتاعي. المهم عندي ان هو ما يكونش اوفر ان سايز قوي، بحيث ان هو هيطلع لي ان اكيوريت امبريشن، وبرده لو هو فيري تايت على الارش بتاع المريض هيطلع لي برده رونج امبريشن. مهم جدا عندنا واحنا بنعمل اكزامينيشن للتراي او بنعمل ان ذا بيشنت ماوس، ان انا اتاكد انها بتفل الفيستيبيول جاست شورتلي في اللينس، بحيث انها تديني سبيس فور بوردر مولدنج ويز واكس، عشان اقدر او لو انا هشتغل بكومباوند تديني سبيس للامبريشن ماتيريال بتاعتي كفايه فوق البوردر بتاعتي فوق اللينس بتاعتي. فالاوفر اكستنشن مش مطلوب، وبرده الاندر اكستنشن اوف ستوك تراي بوردر برده
هيديني شورت امبريشن وهيديني ان اكيوريت بريفرز للامبريشن بتاعي. طبعا الحاجات دي هنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، اللي هو في هاو تو بوردر مولدنج الامبريشن، هاو تو بوردر مولدنج الامبريشن ويز واكس في الالجينيت وديورنج الامبريشن كومباوند برضه، امبريشن ريجستريشن ان شاء الله.